عشية الاحتفال بمولد سيد الخلق، ترتفع الأصوات داخل المساجد وتتغنى الحناجر بذكر الله ومدح خلق وسيرة خاتم الأنبياء بمثل البردة والهمزية والبغدادي. مناسبة المولد النبوي الشريف تكون عدة بالنسبة يكون نشاط في كل المساجد المتواجدة في المنطقة. نبدأ بيومين الأولى ونقرأ فيهما المتن تاع البردة، وبعدها تليها 8 أيام ولا 9 أيام حوالي المتن بالنسبة للهمزية، وفي ليلة المولد نقرأ البغدادي. دائما في المولد هذه المناسبة نقرأ النهار الأول البوصيري يومين، ثم الهمزية، ثم كذلك يوم الجمعة من السنة الثانية إلى الصباح نقرأ البغدادي، نقف على حرف القاف، ثم نكمله في أسبوع نهار السابع من ولادة المولد النبي صلى الله عليه وسلم. الهمزية والبغدادي أصلهما كان نثرا، ثم نظم إلى الشعر ليسهل حفظه وليجذب القراء. الكلام الذي هو في الهمزية أو في البغدادي هو في الحقيقة يعني هو أصله كان نثرا، لكن الناظم لهذه القصائد يعطيها صبغة يعني شعرية حتى يكون عندها قافية ويكون عندها وزن، ويسهل كذلك يعني أن الشعر هذا أقبل ولا النفس يعني تكون ميالة إليه أكثر من النثر. مثل هذه الأمسيات الدينية يحضر فيها الأطفال لتدريبهم وترسيخ هذه العادات لديهم قصد المحافظة عليها في المستقبل.